مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج دفاتر الوطنية. نواصل الاستماع إلى شهادة ضيفنا السيد الوزير محمد محمود الودادي. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن إصرار الرئيس المختار الداداح على أن يثبت للنخب يومها أن نواكشوط يمكن أن تكون عاصمة، وكان من بين الآليات التي تستخدم الحقيقة في هذا الإقناع موضوع نقل الإذاعة من سينلوي من الدر الى 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 نواكشوط. يعني هل فعلا كانت الاذاعه كما يبدو يعني محور اساسي من محاور تثبيت الكيان الجديد والكيان الوليد؟ نعم، لان المختار والزعماء والنخبه في تلك المرحله كانوا يواجهوا معضله هي الحرب الاعلاميه ضد موريتانيا. أولا من إخوتنا بالجنوب اللي هو اتحاد مالي اللي يضم السنغال والسودان، واللي كان يطمح أنه تعود في دول أخرى، وعقبة ما انضمت له كيف أوت فولتا اللي يصبح بوركينا فاسو، كيف النيجر وغيرها وموريتانيا. إذا كانت ردة الفعل قوية، تتعرض لأنه لمستوى البرلمان المشترك لغرب إفريقيا كان وقع تصويت، وهذا التصويت المندوبين الموريتانيين أيدوا بسبب الضغوط اللي مورست عليهم دكار، أيدوا انضمام موريتانيا، ولكن بقى المختار وسيد المختار رفضوه، وهذا السبب جعلهم يهاجموا موريتانيا بقوة ويقول عنها حكومة أسب شعبها مغامرة ما هي محسوبة، دولة ما يمكن أن تقوم بنفسها، سموها قاع دولة انفصالية، لأن موريتانيا طبعا كانت دائما خاصرة للسنغال تاريخيا مساعدة للاستعمار الفرنسي. وأيضا هناك أيضا نفس التعبير من طرف إذاعة طنجة في الشمال. إذا الإذاعة كانت مهمة، ولذلك المختار ابتداء من 59 كيف قلنا إنشأ هنا محطة صغيرة، وكانت المحطة الكبيرة في الدر، وكان عنده جهاز إرسال 4 كيلوات هون، وحضر الجهاز إرسال 30 كيلوات، لم يبدأ بالحقيقة إلا سنة 62، ولكن كان على كل حال كان باستعداد جاري. وأيضا بنيت دار الإذاعة في سبتمبر أو بداية أكتوبر، تحول الطاقم كله من الدر إلى نواكشوط. هذه المؤسسة اللي تعتبر من المؤسسات الأولى في الجمهورية الجديدة، كيف كان التعايش فيها بين الجهات وبين القبائل وبين المكونات؟ البلد كله حديث عهد بدولة، أهله أصلا كانوا قبائل وجهات ومجموعات، كيف كان دوره في صهر منتج ومخرج؟ هو الطاقم اللي كان في الدر كان حكما ما في صحفي إلا الفرنسي الفرنسيين او عبد الله السيدية ومحمد فؤاد اللي عمل دوره تكوينيه، ويمكن نسموه انه اول والمؤسس، يمكن أول نقول اول اذاعي، واول ايضا مؤسس والمؤسس الحقيقي لاذاعه موريتانيا من طرفنا احنا بعد موريتانيا، مؤسس الموريتاني من طرف صحفيين. اذا وما البقيه من الصحفيين وكانوا قله، كانوا اثنين، محمد الامين واللقاط والمتكلم. محمد الامين جا سابقي بسنه، جا 59 وانا جيت بدايه والله منتصف يونيو 60. اذا كنا موجودين. الطاقم الفني كان ايضا في ندر باستثناء فني واحد كان موجود معنا هون في المحطه الصغيره، وكان هناك البرامج، برامج كان فيها محمد بن سيد ابراهيم اللي كان برنامجه الهول في تلك المرحله، بمعنى تطوره الأدب الشعبي وطالوا اسم جديد ويتوسع. وكان هناك اللغات الوطنية ما كانت موجودة، كانت فما كانت فيه الفرنسية والعربية حسانية، حسانية العربية بدت مع ولاكا، ولين جيت أنا أيضا اتعزت. إذا احنا هذه المجموعة كنا شباب غالبيتنا، وكنا جايين من أراضي مختلفة ومن مشارم مختلفة. محمد الأمين كان يزاول التجارة، أنا كنت جاي من المحضرة، الإخوة الآخرين جايين من التعليم النظامي بعضهم،
إذن ولين تخرص انتماءاتنا. اللغات الوطنية بدأت أنت في اللي بدأت يعني نهاية 61. الفلانية لا، الفلانية بدأت من دار، ولكنها الأخرات الورفية يمكن 64 أو 65، الصونكية 62، يعني بالتدرج يعني جاءت اللغات. إذن كانت بالنسبة لنا لعبة إلى حد ما وماشيين فيها. هذا عالم جديد، لذا رواية جديدة عندنا، وأصبحنا إحنا على صغرنا وقدت تجربتنا محط أنظار الناس اللي موجودين هم من واتشوط. إذن التعايش قائم. وقعت بعض الإشكالات لا شك في ذلك في هذا التعايش. أتذكر أن أحد عام 61 كانت مجموعة من المعلمين ومن أيضا الناس المتكونة في المملكة العربية السعودية واللي كانوا فيها جاؤوا للمرشود، منهم عسكري برتبة ملازم، ومنهم أحد العلماء اللي من سن المختار وصديقه. وفي حادثة وقعت على أنه تحولوا الإذاعة، وعندما تحول الإذاعة أنا كنت قدامه من جميع المقاييس، هو أستاذي ولن معرفته ثانيا السن، ثانيا أيضا القرابة، لأنه هو من منطقة تقانت والرقيبة، وصرته شهيرة عندنا وتملك من خلف الرشيد. إذن جميع المعايير، ولكن الظروف جعل أنني أنا هو الرئيس. من هو كان العالم الجليل أحمد المختار اللي توفي قبل أشهر الله يرحمه من المملكة العربية السعودية، وطبعا انتقل نهائيا بعد ذلك إلى هناك. عاد تذكر أنه قام بإعداد تعليق وكان شديد ضد الفرنسيين، هو كان متأثر بصوت العرب المشرقي، وطبعا هذا كانت ردوده بعد سيئة بالنسبة للإذاعة. أصدر رئيس التحرير اللي هو عبد الله الفرنسي، هم أيضا حريصين على أنهم يترجموا يعرفوا ذا اللي قال شمعهم بالحسانية وبالعربية. ووقع إشكال بعدين وسوى، وعلى كل حال أنا تميت منزلتي له، ولكن بنفس الوقت هو أيضا جزاه الله خيرا قبل لأنه يعني يتبع المسطرة فيما يتعلق بالتوجيهات. سنعود الحقيقة لموضوع الإذاعة في مرحلة لاحقة من الدفاتر الوطنية، لأنه في مرحلة لاحقة ستولون الإدارة العامة للإذاعة. الآن سنفتح الدفاتر الدبلوماسية. كانت أول مهمة دبلوماسية لكم في العام 1963 إلى جمهورية مصر، حيث التقيتم هناك رئيس جمال عبد الناصر. كيف كانت هذه المهمة؟ وما الأمور التي مهدت لها؟ هناك رسالة أعتقد بعثتموها لعبد الناصر قبل ذلك. صحيح، هو سنة 63 عقب تداول الاتحاد منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا في 25 مايو، لتقى في أديس أبابا مطار الدادة وجمال عبد الناصر. وحسب ما قال لنا عبد الناصر لأنه انبهر بالمختار، هذا الشاب المتحمس للقضايا الإفريقية والقضايا العربية، وقالها عبد الناصر، قال لأنه مكسوف شخصيا وبلاده من موقفه من موريتانيا وجهلهم لها وتجاهلهم لها. إذن كانت في اتصالات، أولها من أوائلها اتصال بين السفير المصري في إحدى دول شرق إفريقيا، أعتقد أنها كينيا، مع وزير الصحة الموريتاني في ذلك الوقت اللي هو بابو كرالفا، ويعني مروا رسائل فيما بينهم، وتم الاتفاق. هذا يدل على أن رئيس الوفد كان وزير الصحة اللي هو بابو كرالفا، بعد ذلك تحول إلى وزير المالية. أعتقد أنه هذه المرحلة كان وزير المالية، ولكن قبلها كان وزير الصحة. كان وفد يمثل تقريبا موريتانيا في من كان تشكيلته كيف كانت؟ كان فيه رئيس أبو كرالفا، أبو كرالفا والحضرامي والخاطري وزير التعليم، ومحمد المولود والداد سفير في تونس، وأحمد بابو الأحمد مسكة سفير في كوت ديفوار، والحاج محمود با الداعية الشهير، وأنا مؤسس مدارس الفلاح، ملامح مثلا شيء ما يعبر عن ملامح الوطن الموريتاني. والحقيقة كانت قضية مهمة، لأن احنا كنا معزولين عن توجيتهم لمرافع، تقديم مرافع على عبد الناصر لكي يعترف بموريتانيا، لأنه قبلها كانت مصر
داعمه للموقف المغربي اللي كان مدعوم عمليا من طرف الجامعه العربيه، وهو الموقف اللي يرفض الاعتراف باستقلال موريتانيا. نعم، هو يظهر ان تم الاتفاق بين ناصر وطلم المختار بعد الوفد لقائهم وارسلوا الوفد، وعندما جينا في الحقيقه كان جاهز، لم نحتاج الكثير من الحجج. لكن هنالك قبل ان نصل للقاء، هنالك رساله كنتم بعثتموها لعبد الناصر على ما اعتقد 61 او شخصيا. شخصيا كنت كتبت لعبد الناصر في قضيه موريتانيا، يعني من ضمن يعني شطحات المراهقه، ولكنها كانت لها صدى. رد علي مكتوب للشؤون العامه، ما زال اتذكر. الرساله موجوده لديكم في؟ لا الرساله ما هي موجوده عندي، بعض الرد موجود. وللاسف ضاعت في تلك المرحله، كانت في المكتبه هنا خلال اسفاري والله مقامي في الخارج، ولم اعثر علي في ملفاتي الفتره الاخيره. وربما كان الرئيس المختار عنده علم بالامر، وبما ان نواكشوط كان قليل الرئيس المختار ايضا اطلعني لرساله في تلك المرحله بعثها للملك حسين، وعندي منها الصوره ما زلت، رساله طويله تشرح ملك معناها مقبل المملكه العربيه المملكه الاردنيه الهاشميه، واللي كان فيه نوع من الحقيقه الاساء للحاله اللي فيها موريتانيا، وخاصه انهم هم عندهم صله بالشناقطه صحيح اللي كانوا موجودين هجرات شنقيطية، سواء الهجرة الأولى الشنقيطية أو الهجرة الثانية. إذا كانوا مرتبطين بموريتانيا لأنهم يعرفوا لنا هي بلاد شنقيط، وهذه الرسالة أعطاها للرئيس لأقوم بالرد عليها. وكنت عملت مشروع في تلك المرحلة للرد عليها وقدمته للرئيس، وأعتقد أنه مر بالرئيس بالمختار الحامدون وكان رد. اذا معناها ان ليش اذا وصلتم للقاهره واستقبلكم الرئيس جمال عبد الناصر، كيف كان اللقاء؟ يعني احنا استقبلنا كنا في وضع، اولا فيه الرجل اللي كلمتكم عنه زكريا ابن خيل، كان اطلق من دكار ومر بالمغرب، ومن المغرب جاء مصر كلاجئ وكامير موريتاني من الصوانك، والسيده اللي معاه موريتانيه معناها مغربيه، وعمل مؤتمر صحفي انه جايين من اجله هو حتى نتفاوض معه. طبعا عندما نشرت الصحافه المصريه بذلك اليوم خاصه بالصفحات الاولى للموقف، وشفناه غضبنا غضب خاصه رئيس الوفد، سولوه الصحفيين حتى انكر لهم معرفته بهذا الشخص اللي ادعى انه جاي، والسفير المغربي ايضا انسحب من القاهره عند وصولنا، ولكن الرئيس انسحب احتجاجا على استقبال مصر استقبالنا من طرف يعني الوفد الموريتاني يجي لمصر، ايامها كان في موقف الجامعه العربيه، واعتبر هذا خرق لهذا الموقف. اذا استقبلنا عبد الناصر اليوم السادس بعد ما زرنا كل انجازات مصر ومدنها الرئيسيه على القناه والاسكندريه، هم 7 ايام. يومنا السادس اللي استقبلنا فيه او الخامس، كانوا ينبغي يكونوا 5 ايام، قال اننا ما زرنا السد العالي وهذا ما يتواسى. اذا اعطانا طائرته الخاصه ومشينا شور السد العالي وزرناه، وكوننا اذا صوره كامله، والحديث كان نوع من الاستطلاع عبر شخصياتنا احنا، لانه كان عنده فضول بنا كيف سالنا السؤال مباشره، يعني كيف اين تعلمتم العربيه؟ المعهود على البلاد مثل موريتانيا قصيه كالاطراف الصومال بالنسبه له هذه اندونيسيا اخر العالم اخر الدنيا، هذه كيف نعم. كيف تعلمتم؟ معناها ان تعلمنا في الازهر، فعلا احنا عندنا طلبه في الازهر، والشيخ الحاج محمود ما كان زار مصر قبل ذلك، ولذلك كان يرسل الطلاب الى الازهر، وكانت هذه سببت له بعض الاشكالات مع الفرنسيين. نعم اللي طردوه وطردوا الفرنسيين كان فاتحة خير عليه ولينا، لانه في طريقه كامل افتح مدارس حتى في الكاميرون، افتح مدارس صحيح مدارس فلاحية موجودة في الغرب الافريقي تقريبا. اي نعم. اذا معناها على انه كان استطلاعي، وبعدين قال لنا كما قلت لكم انه كان متاسف لهذا الموقف ولجهلهم لموريتانيا، وربما تبادل اطراف الحديث مع كل واحد من اعضاء الوفد شخصيا نوع من الاستطلاع، والنكات ولا النكات ايضا تبادلا مع بعض اعضاء الوفد. عبد الناصر تعرفه من ضمن هؤلاء الزعماء اللي صاحب علاقات عامه، عندما يستقبلك لابد ان يكون بشوش، لابد من يعني يضحكك او يجعلك على الاقل تبتسم وتستراح، وهذا ايضا كان بعض القاده العرب كاريزما يعني نوع من العلاقات العامه اللي طابين عليه،
وهو كان مهم عنده، ولذلك اللي تقرر احنا قلنا له مشكلتنا الاولى ضمن الحديث هو التعليم، نريد طلب اذا متعليم. لم تطرحوا بشكل مباشر موضوع الاعتراف ب او اعتبرتوا انه هو لم يعترف بنا، هو 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 احنا بالنسبه لنا الاعتراف ما طرحناه لان اعتبرتم حصل اعتبرتم ان استقبالكم بمثابه اعتراف بموريتانيا. نعم، ولكن الخطوات هي اللي الاعتراف، لذلك اردتم تجسيده على ارض الواقع من خلال. نعم، تقاولنا قال لنا لن نفتح سفاره الا بعد سنتين. احنا جينا 63 65 فعلا فتحت السفاره، ولكن قبل ذلك اقيموا انتم قنصليه هنا في مصر. هذه القنصلية كان فيها فيما بعد الله يرحمه محمد رقمان اللي جاي من المملكة العربية السعودية وكان يشتغل في منظمة دولية، ولكن اختار يشتغل لصالح موريتانيا، وهو من المهاجرين الأوائل الموريتانيين من الأسر اللي مشات للسعودية، توفى قبل أشهر الله يرحمه رحمة الله عليه. وبعدين قال الآن لا نبعث لكم بعثة ونفتحوا مركز ثقافي عندكم. وبعدين يجون الطلبة السنة المقبلة. يعني اتفقتم على تصور لمتدرج لإعتراف وإقامة علاقات بشكل. وطبعا هذا هو اللي تم كما اتفق عليه. جيد، في العام 1965 سيتم انتخابكم عضوا في البرلمان الموريتاني. أولا كيف كانت الانتخابات يومها؟ كيف كانت وعن أي دائرة انتخبتم؟ هل كانت انتخابات بصفة مباشرة مع شكل الانتخاب؟ نعم، هو كان انتخاب مباشر، ولكن جاء كانت عندنا جمعية وطنية انتخبت 59 طبعا ومدد لها، أو كانت لها 5 سنوات وبعدين لا مدد لها لتلك الجمعية اللي كانت منتخبة، مدد لها قبل أن تأتي قبل أن تنتهي مأموريتها طبعا. وهذه الجمعية الوطنية استمرت إلى سنة 65 كان فيه طبعا الجدل حول النظام الرئاسي والنظام البرلماني. النظام البرلماني كان هو القائم في الجمعية الوطنية بالرغم من اختيار النظام الرئاسي، بقيت هي، بقيت بعض الإشكالات أدت إلى يعني مؤتمر كيهيدي. مؤتمر كيهيدي تم في يناير 65، وهذا المؤتمر قرر يعني تغيير الوجه أولا البرلماني، والطبقة سميها السياسية على الأقل على ذلك المستوى. ولذلك جاء ببرلمان أبقى فيه على مجموعة من النواب السابقين ذوي الخبرة، كيف شيخ نور محمد الأقضاء وبولنا ويوسف كويتا وشيخ سعد بوكان وصامبولي، ويعني مجموعة اللي كانت فهم، ولكن وجاء مجموعة من الشباب صغار من الموظفين، أنا كنت ضمنهم ربما أصغرهم، منهم كوليبالي بكاري، منهم محمد محمود النجيب اللي كان معلم وبعدين أصبح مفوض شرطة، واللي ابنه بالمناسبة نذكروه فرج الله عنه في غوانتنامو وقت الحاضر، اللي كان واحد من كوادرنا الأوائل يعني المتمكنين اللي هو محمود النجيب العزيز. إذن كانوا كان في الشباب، كانت في هذا البرلمان ميزة هو أن أخذنا من نظام سيكوتوري، لأن كنا نريد في تلك المرحلة لأن نقوي الحزب وبالتالي يكون هناك. كانت نقاشات برلمانية قوية، البعض الآن يقول حتى أنه يبدو أن الديمقراطية الموريتانية كانت نشأت نشأة قوية قبل أن تنكسف. نعم، ولكن ضمن الحزب اللي أصبح حزب واحد، وهذا طبعا الباحثين وبعض دعاة الديمقراطية الشكلية، وعلى كل حال إن أنا أحترم رأيهم وأعتبر أيضا أنها دعوة صحيحة، ولكن ربما في المرحلة اللي كنا فيها في تلك المرحلة كنا نحتاج إلى الحزب الواحد، ولكن الحرية كانت كاملة. الجمعية الوطنية كان في بعض الوزراء حتى لا يكون في إحراج اللي رفض البرلمان استقبالهم ولم يعودوا للبرلمان بعد ذلك، لأنهم أساءوا والله اشتم من بعض كلامهم من في ساء عليهم. وفي بعض المديرين اللي جاءوا ايضا وكان عندهم نوع من السلوك وقدموا اعتذارهم وقدموه للوزراء حتى يستمروا. وكان ايضا الجناح الاخر للبرلمان والكتله البرلمانيه، وهذه من كان رئيس البرلمان حينها؟ البرلمان صار رؤساء اثنين في المرحله اللي كنت انا فيها، الاول
كان صنبولي با صنبولي باو صنبولي أحداث 66 كان يطبق فيه اللي قلت لكم عن سيكو توري اللي هو الاستقالة البيضاء لم يطبق إلا فيه، يعني كل واحد يكتب على أنه مستقيل من الجمعية الوطنية لأنه منتخب، إذا ما يجد حد يبعده إلا نفسه. ويعني كان باطل هو اللي دار، وهكذاك جاء يوسف كويتا، وهكذاك جاء الشيخ سعد بوكان. ذكرتم أحداث 66، كنت سأسألكم عنها لأنها يعني محطة أيضا مهمة من المحطات التي نريد أن نعرف شهادتكم عليها. كنتم حينها عضوا في البرلمان، كيف كانت هذه الأحداث من زاوية نظركم كبرلمانيين؟ كيف هي أحداث بالرغم منها، يعني عندما نشوف المحصلة لم تكن خطيرة، لأن الحمد لله لم يقع فيها موتى، وإنما وقع فيها نوع من عدد من الجرحى و... إيه وقع تم فصل عدد من الموظفين، وقع دبانجو، وقع طبعا في نواب شوط هون، ولكن في الحقيقة هزت البلاد لأن ما كنا متعودين لهذه الهزات قبلها. وإحنا في البرلمان كنا طبعا في قلب الحدث، لأن كما قلت لكم قبل قليل كان فيه الكتلة البرلمانية، الكتلة البرلمانية مؤلفة من البرلمانيين ومن النواب، معناها من الوزراء، ويحضر لها الرئيس اللي هو رئيس الحكومة في نفس الوقت من نظام الرئاسة، وأيضا حضروا لها استثنائيا أعضاء المكتب السياسي، بعد ذلك أصبحوا أعضاء استحقاقيين فيها. إذن جميع تطوراتها نوقشت في البرلمان، قضينا يمكن 3 ليالي متفاوتة وإحنا نسهر الليلة كاملة لنقاش القضية، يعني كان فيه حديث ساخن بين الأطراف المختلفة اللي كانت موجودة، وهي بالحقيقة جاءت غير مفاجئة لأن جاءت على خلفية. هو السبب المباشر كان متعلق بموضوع التعريب، نعم، التوجه كان نحو إدخال التعريب، كان إدخال مواد من اللغة العربية في التعليم، لكن حجم الفرنسي، حجم ما حصل يدل انه هذا فقط كان السبب المباشر، لكن كان نعم، ولكن قبل انه هنالك نعم ماذا كان قبله؟ هو الحقيقه موريتانيا كما تعرفون استقلت كوادرها غالبيتهم من اخوتنا من فوتا اهل النهر ومن قديماغ، وكان حتى في اجانب من البلاد الاخرى، يعني الاداره الفرنسيه، كان عندنا غينيين، كانوا عندنا ناس من بنين اللي هي في ذلك الوقت كانت داومي، وكان عندنا ماليين حتى في البرلمان، برلماننا الاول اللي حلينا محله اللي انتهى عام 65، في بعض النواب اللي ماليين وعادوا المالي منهم دنبر تشيكورا تذكر اسمه. اذا هذو هم اللي كانوا موجودين، وطبعا اصبح من اللازم لأن الكوادر الجديدة تدخل، وهذا غالبيتهم يعرفوا اللغة العربية. حسب رأيي، وهذا هو الرأي السائد في تلك المرحلة، كان في خوف ليس فقط عند الكوادر من الجنوب وإنما من أيضا الشمال، ولأنهم يفقدوا مكانتهم ومناصبهم الناطقين باللغة الفرنسية. وتعليم اللغة العربية معناه أن لابد من تقسيم الكعكة بين الجميع، وكلها يحصل على نصيبه، هذا هو المبدأ. واللغة العربية بدأ تعطى لها قيمة ابتداء من 61، وكانت من القضايا الأساسية اللي طرحت كأول ما طرح عند ابتداء قيام الدولة الموريتانية. إذا وقع نوع من طبعا يعني نوع من التشابك في الآراء. أيامها كانت السيد في موريتانيا مدرسة سينغور الزنوجية، الجانب العربي ما كان عنده وعي بعد بقضية العروبة والدفاع عنها، كان هذا يتم من خلال المطالبة بترسيم اللغة العربية. ومحصور والله كان الحقيقة اللي يقوده المعلمين اللغة العربية. يبدو أننا سنضطر لأن نكمل هذا الحديث معكم حول هذه المحطة المهمة في الحلقة القادمة، لأنه الآن وصل وقت البرنامج إلى نهايته. نشكركم، وكما نشكركم لمشاهدينا الكرام، وإلى حلقة قادمة من برنامج دفاتر وطنية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.